انتقادات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية لمشروع مارينا مراسي بالساحل الشمالي ومملوك لشركة إعمار الإماراتية، بعد أن تسبب في منع حركة الأمواج والرمال المتجهة طبيعيا من الغرب للشرق وتآكل الشواطئ المجاورة للمشروع. وامتد الأثر البيئي المدمر إلى قرى عدة في الساحل الشمالي، مما دفع بعضها إلى شراء رمال لتعويض النقص المستمر في رمال الشاطئ. وناشد السفير محمد مرسي وزير خارجية السابق وزارات البيئة والاستثمار لوقف التراخيص الممنوحة لشركة إعمار بعد أن تبين أن مشاريعها ضارة وتهدد البيئة والشواطئ المصرية. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. أهلا بك معايا دكتور عباس، ونبدأ من وجهة نظر حضرتك جيولوجيا وعلميا أيضا، ما حجم الضرر اللي تسبب فيه مشروع مراسي إلى سواحل الساحل الشمالي، إلى شواطئ الساحل الشمالي؟ أهلا يا دكتور. خير على حضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه ان حجم الضرر يعتبر هذا المشروع اقامه مرسى للمراكب او اللانشات او غيره. هذا المرسى يمكن بدا في العام الماضي، يعني مر عليه سنه فقط، وبالتالي صعب ان احنا نحكم على تاثيره البيئي من شهور او سنه. لكن هذا الحاجز هو عباره عن حاجز داخل البحر طوله حوالي 500 متر. طبعا من مصلحه السكان اللي بجوار هذه المنطقه ان ما يبقاش موجود المينا ده تماما، او الحاجز ده ما يبقاش موجود. وبالتالي هنا يمكن في بعض مبالغه من ساكني الشاليهات المجاوره ان هم مش عايزين تتشات داخله وطالعه جنبهم، لكن ان التاثير دي انا اعتقد ان هو يعني بدري قوي ان احنا نحكم عليه في الوقت الحالي، ولكن لابد ان احنا ناخد هذا بمحمل الحد، وان احنا نقوم بدراسه تاثير الامواج والترسبات الرمليه والتاكل في هذه المنطقه. والموكل بهذه المهمه في هيئه اسمها هيئه حمايه الشواطئ تابعه لوزاره الري، هي المنوط بها، هي اللي هتحكم وتقول اذا كان في اثر بيئي ضار ولا اشياء بسيطه، لان احنا شفنا الكلام ده. طب هو دكتور عباس، هي الهيئه دي بتحكم بعد اقامه المشروع، ولا المفروض ان في جهات حكوميه بتكون عندها فكره من قبل ما يتعمل خالص المشروع، شايفه كده وعندها علم وعندها الخبره ودرس القضايا اللي من النوع دون للحفاظ على البيئه، فتقول لا والله يا جماعه المشروع دون هيبوظ هذه الشواطئ وهيؤدي الى تغيير حركه الرمال وهيؤدي الى نحر الشواطئ والرمل في المنطقه دي هتتاكل، فاحنا مش هنعمل المشروع ده من بابه؟ مش المفروض ده اللي بيحصل يا فندم؟ هذا صحيح، يعني هذه الهيئه هي اللي بتعطي التصاريح، يعني لابد من هذه الشركه ان تذهب لوزاره الري لهيئه حمايه الشواطئ للحصول على تصريح لاقامه مشروع ما في هذه المنطقه. لكن بعد تنفيذ المشروع ربما يظهر بعض الاثار، يبقى هنا برضو يتم تقييم المشروع والبحث في شكوى سكان المنطقه لمعرفه اذا كان بالفعل هناك ضرر ولا يعني اشياء بسيطه. وبالتالي هذه الشركه خدت تصريح، واحتمال ان الشركه تكون خلفت التصريح، لان هذا التصريح ربما انه يسمح لها بعمل مرسى مثلا طوله 100 متر وهم زودوا الى 500 متر، يعني هذا احتمال. وبالتالي هنا الشركه او الهيئه بتتاكد من تنفيذ التصريح وعدم تجاوز البنود اللي فيه والتقييم البيئي. حتى بعد إقامة المشروع بيتم استمرار يعني متابعة وتقييم للبيئة حتى بعد إقامة طب المشروع. دكتور عباس، هي ظاهرة نحر الشواطئ كظاهرة مرتبطة بالتغير المناخي مش جديدة علينا في مصر، يعني من سنوات بنتكلم عنها في الشواطئ المتعلقة بالساحل الشمالي وأيضا الشواطئ المتعلقة بالإسكندرية. إيه قراءتك للخطوات اللي خدتها الدولة حتى الآن للحماية البحرية يا فندم؟ تآكل الشواطئ هذه ظاهرة طبيعية وليس لها علاقة بموضوع تغير المناخ، نعم. لأن حركة الأمواج واصطدامها بالشاطئ ده بيجعلها أنها تعمل تآكل لصخور الشواطئ وتفتت بعض هذه الصخور وتحولها إلى رمال، ثم تعود مع الأمواج عندما ترتد إلى البحر
وتعود مرة أخرى مع تقدم الأمواج، وهكذا يعني حركة الأمواج بتأتي برمال وتسحب جزء منها مرة ثانية، هذه عملية طبيعية. ولكن إذا زادت الأمواج في منطقة وإذا كانت الصخور ضعيفة إلى حد ما، فهذه الحالة بنضع بعض الكتل الصخرية أو الخرسانية لحماية هذا الشاطئ، ومن هنا بنقول في حماية الشواطئ. وحماية الشواطئ في بعض المناطق فيها تيارات بحرية بتكون شديدة، وبالتالي التآكل يبقى شديد، يبقى هنا وجب وضع الكتل الصخرية في هذه المنطقة، خاصة إذا كانت هذه المنطقة بها مناطق هامة زي فيه ميناء، زي فيه بعض المناطق السياحية زي مثلا قلعة قايتباي في اسكندرية، زي بعض حماية كورنيش اسكندرية من التآكل، برضو ده يضطر ان احنا نضع بعض الكتل الصخرية في الأماكن، في أماكن معينة وليس بطول الشاطئ اللي فيها أمواج شديدة وفيها تآكل زيادة شوية. طيب دكتور عباس، مصر سوف تستضيف مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، إلى أي مدى ممكن استضافة مصر لهذا المؤتمر الكبير الحقيقة ممكن يساهم في حل القضايا البيئية في مصر؟ الحقيقة يعني هذا المؤتمر هو مؤتمر عالمي يهم الكرة الأرضية بالكامل وليس مصر، ولكن مصر بصفتها يعني هي بوابة القارة الإفريقية على بقية العالم، وأن مصر أيضا يعني هي من الدول المتضررة من إذا حدث تغير مناخي، لأن احنا عندنا دلتا النيل، الدلتا بالكامل، سواحل الدلتا بالكامل أماكن منخفضة، وبالتالي لو ارتفع منسوب سطح البحر هيحصل غرق لبعض اماكن في شمال الدلتا وليس اسكندريه، لان اسكندريه مبنيه على حاجز صخري مرتفع عن سطح البحر من 10 الى 30 متر، ولكن حول اسكندريه او خلف اسكندريه في مناطق منخفضه وممتده حتى بورسعيد، هذه الاماكن والدلتا اصلا بما انها رواسب نهريه هذا بيشكل وزن، هذا الوزن بيخلي الدلتا تهبط، ففي هبوط تدريجي ولكن هو بطيء مع ارتفاع منسوب سطح البحر، يبقى ده بيعجل غرق بعض المناطق، بالاضافه الى استخراج المياه الجوفيه والغاز الطبيعي من شمال الدلتا، ده ايضا بيساعد على بعض الهبوط طبعا، لكن هذه العمليه عمليه بطيئه للغايه وبتحتاج الى مئات بل الاف من السنين. بنشكرك، كنت معنا من القاهره الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه.